الفقر صناعة بشرية. حتى يعني خلاصة الكلام اللي أريد أتوصل في النهاية أن الفقر هو ليس وراثة، والفقر بما فيها المعاناة المالية والاجتماعية والاقتصادية والبلاء الذي يبتلي بها الإنسان هو ليس وراثة وليس قضاء وقدر، وإنما قد يتفق معي البعض أو قد يختلف معي البعض، وإنما هو نتيجة لسلوكيات الإنسان على مدى التاريخ، ويدخل هذا السلوكيات ويؤثر في كثير من القضايا ويؤدي إلى معاناة لبعضنا البعض، ويؤدي إلى أيضا إلى غياب على سبيل المثال العدالة الاجتماعية، والتي هي قد تكون سببا رئيسيا ليس فقط للفقر وإنما حتى للجهل ولكثير من القضايا والتحديات التي يواجهها الإنسان. حتى نفهم ذلك ونفهم ما أريد أتوصل إليه أن الفقر هو صناعة بشرية بامتياز، نطرح هذه التساؤلات ونحاول إذا سمح لنا الوقت الإجابة عليها في خلال نصف ساعة. ينبغي أولاً أن نعرف ما هو الفقر، تعريفه لغوياً واقتصادياً وسياسياً وما شابه ذلك. ينبغي أيضاً نعرف نتطرق إلى أسباب الفقر ومسبباته، ومثل ما قلت قبل شوي، هل يمكن أن يصبح الفقير فقيراً بالوراثة، وهل يمكن أن يصبح الغني غنياً بالوراثة؟ نبي نعرف ما تأثير ودور الفقر في استقرار المجتمع، وبعدين نختتم موضوعنا بتطرق إلى أهمية العمل ودوره في رقي وتطور الإنسانية. حتى نعرف حجم الفقر، هو ليس خاص بإقليم أو منطقة أو دولة أو قارة، هو يعني الفقر داء تعاني منها البشرية، تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على حد سواء بنسب متفاوتة طبعا وبنسب مختلفة وبأسباب مختلفة. يعني تقريبا يقدر ما بين 10-15% من سكان العالم فقراء، وتقدرها بعض المنظمات العالمية بحجم الفقراء في العالم ب 702 مليون شخص. يعني 22% من سكان العالم يعيشون أقل من دولار و25 دولار في اليوم أو أقل من ذلك. يعني أمريكا اللي هي أكبر اقتصاد في العالم وأكثر أغنياء العالم وأكثر المليونيرية موجودين في أمريكا، يعاني هذا المجتمع الأمريكي 14.5% من الأمريكيين تحت خط الفقر. فهو ليس له علاقة بالغناء أو بالفقر أو فهو فيعني أغنى دول غنية يعاني فيها الفقر، وأيضا ينطبق ذلك على دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون أيضا فيها فقر على الرغم من هي من هذا الإقليم، من هذا المنطقة في العالم، من أغنى من أكثر الدول ثراء وغنى وتتوفر فيها كل السيولة والنفط وما شابه ذلك. الفقر في القاموس العربي يعني العوز والحاجة والحرمان. حرمان، أحتاج إلى شيء بس ما أقدر أشتريه لأي سبب كان، محروم من شراء سلع معين أو من منزل أو من
من مال، من استقرار مالي. ويختلف مفهوم الفقر، تعريف الفقر من دولة إلى دولة طبقا إلى المستوى المعيشي. يعني مثلا بتقول لي تعريف مفهوم الفقر في أفريقيا غير مفهوم الفقر في دول الخليج أو في أمريكا أو في أوروبا. فمفهوم الفقر يختلف من دولة إلى دولة، وآثاره ونتائجه يختلف من دولة إلى دولة، معتمدا على المستوى المعيشي والحجم والغنى والسيولة المتوفرة في ذيك الدولة. شنو خطورة، شنو يعني ما هو، ماذا نقصد، لماذا نتطرق ولماذا نهتم بحجم عدد الفقراء والفقر الموجود في مجتمعنا أو في دول العالم؟ انتشار الفقر يعني إهدار للكرامة الإنسانية. انتشار الفقر يعني ضياع الدول، ضياع المجتمعات. انتشار الفقر وتوسعه يعني تدمير الحضارات وانتشار الجهل. لا يمكن أي مجتمع أن يتطور، يتقدم على جميع المجالات، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا. لا يمكن أن أسمي دولة إقليمية قوية وهي المتحكمة أو أي دولة كانت بينما نسبة من المجتمع، من مجتمعها، من شعبها يعاني من الفقر. فالفقر هو أكبر تحدي لتقدم المجتمعات تقدما فعليا واقتصاديا وسياسيا وما شابه ذلك. فهو يعني نتفق عليه أنه مرض لا يزال الإنسان يبحث له عن الدواء المناسب. يعني منذ الأمد الإنسان ظل يبحث عن ما هو النظام المناسب، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي. يعني يبحث عن ما هو النظام الذي ممكن أن يساعدنا في القضاء على هذا الفقر. لما أنا قد عرفت الفقر بالحرمان، فهو إذن الفقر له درجات معينة. قد أنا أكون محروم من شيء معين، قد يكون بعضنا نسبة كبيرة مننا محروم من أشياء كثيرة مننا. فالفقر له درجات. ممكن يكون فقر مدقع مثل ما هو موجود في بعض الدول الأفريقية، وهي يسمونه أيضا الفقر المطلق، وتكون فيه الحاجة، تكون فيه الدخل والحاجات الأساسية معدومة للفقير، للمحتاج. الحاجات الأساسية من السلع والخدمات تكون معدومة، سكن وغذاء والملبس تكون معدومة إليه. وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن الحصول، عن القدرة على الحصول على الحاجات الأساسية. هذا بالنسبة للفقر المدقع. ممكن يكون الفقر يكون نسبي. يعني مثلا نسبة إلى الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد. مثلا واحد مثلا 250-300 دينار مثلا راتبه، بس ممكن يكون لحالة معينة أن يكون فقير، لأن كثير محروم من كثير من الحاجات، محروم من كثير من الاستقرار أو الاستقرار المالي. أو ممكن تكون مصروفاته أكثر بكثير من دخل ماله. فهناك فقر نسبي نسمونه. أيضا ممكن نسميه، ممكن يكون فقر الدخل لما عنده دخل معين. ممكن يكون الفقير أو في أحيانا فقراء الحاجات غير المتوقعة. مثلا أنا مستقر ماليا، دخلي 500-800 دينار، لا يمكن أن يطلق عليه بفقير، ولكن حاجات غير متوقعة
صار مثلا حريق في البيت وحرق ما أمتلكه مثلا، الآن تعال أريد أبني حياتي من جديد، أحتاج إلى مبالغ، أحتاج إلى الاقتراض، أحتاج إلى المساعدات، أحتاج إلى هاي. فهني حاجات يسمونها فقير الحاجات غير المتوقعة، يعني تطورات غير متوقعة جعلت هذا الشخص محتاج إلى مبالغ أو محروم من 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 أن يعيد القدرة على إعادة بناء نفسه. الحرمان أيضا الفقير اللي هو يكون الحرمان من بعض السلع مثل السيارة المناسبة أو المنزل مثلا. بعض الأشخاص، كثير مننا بعض الأشخاص عنده بيت وعنده سيارة، بس حالة السيارة معدومة جدا، قديمة من 20-30-40 سنة مثلا، والبيت يحتاج لترميم. إذا هذا أيضا يمكن أن يشمله، وعرفنا الفقر ممكن أن يكون طالما عنده حرمان، طالما عنده عدم القدرة للعيش في كرامة واستقرار مالي، ممكن أن يدخل ضمن مفهوم الفقر. في فقر مؤقت أو طارئ، يعني أو ظرفي، يسمونه الفقر الظرفي، وهو الناجم عن أزمة اقتصادية عسكرية أو سياسة عابرة أو الكوارث الطبيعية، وهو عادة ما يمكن تجاوزه بالتكافل والتضامن الشعبي والمجتمع وما شابه ذلك. وأيضا ممكن يكون هذا المؤقت قد يكون نتيجة لحرب معين، مثلا لاجئ سوريين الآن كانوا في حياة مستقرة جدا، حرب ودوهم نقلوهم إلى الأردن إلى تركيا، لاجئ أصبح فقير ما عنده، بالرغم أنه قد يمتلك إلى بعض الأسيتس بعض الأصول وما شابه ذلك. إذن هذا مفهوم بشكل أساسا بخلي الساعة قدام، هذا مفهوم بشكل سريع إلى الفقر. ما هو أسبابه؟ إذا عرفنا الأسباب بنستطيع أن نجيب على أن نتفق أنه الفقر هو نتيجة لسلوكيات الفرد أو صناعة بشرية أم لا. في هناك أسباب طبيعية وأسباب غير طبيعية. الأسباب الطبيعية مثل ما ذكرنا قبل شوي، الإعاقة الجسدية والعقلية، ممكن كبار السن مثلا، الإعاقة الجسدية العقلية، وبعد صفة أخرى ممكن واحد يكون كبير السن ما يقدر، ما عنده القدرة على العمل. العجز بسبب تطورات غير متوقعة مثل ما ذكرنا قبل شوي، الحرب، الحريق، الكوارث الطبيعية، المرض، السرقة. السرقة أيضا قد تؤدي إلى فقر عائلة بأكملها، فقدان الوظيفة وعدم وفرتها لأي سبب كان. أما الأسباب غير الطبيعية وهو الأهم، وهو أغلب غالبية الفقراء في العالم نتيجة لأسباب غير طبيعية. يعني لما نقول أسباب حرب مؤقتا، لما توقف الحرب في سوريا كل اللاجئين بيروحون وبيرجعون وبيستغرون، وبعدين بينتهي الفقر لنسبة قد يأخذ بعض السنوات، ولكن قد يتجاوزون حالة الفقر التي هم بها، والحريق كما شابه ذلك والكوارث الطبيعية، وكلها حالات قد تكون مؤقتة أو قد تكون مزمنة لبعض لنسبة قليلة من البشر. ولكن عندما يكون الفقر نتيجة لأسباب غير طبيعية، هذه نتيجة لسلوكيات المجتمع. خلنا نذكر نشوف أسبابها. واحد من الأسباب الغير طبيعية الإسراف والتبذير والإهمال. عندي راتب مستقر 1000 دينار دخلي الشهري مثلا، ولكن بسبب التبذير وبسبب الإسراف والتبذير وبسبب غياب الرؤية عدل تؤدي، قد أوقع في مطبات تؤدي إلى الفقر وما شابه ذلك. ونعاني كثيرا من يعني من السلوكيات الاستهلاكية. كثير يعني في كثير من الفقراء كانوا مستقرين ماليا، ولكن بسبب التبذير وبسبب نمط الاستهلاك مالهم في نهاية الأمر أدى إلى حالة دخولهم أو حالة من الفقر. غياب التخطيط المالي والرؤية المستقبلية لكثير من الأفراد والعوائل.
أنا مثلاً مثل ما قلت مستقر مالياً، بس ما أخذ في عين الحسبان، في عين الاعتبار أن أولادي بيكبرون في يوم ما ولازم أنا أروح أكون أدخر بعض من المال الحالي على أساس أدخلهم في أفضل الجامعات، وفي بعدين بكون أنا بعد فترة معينة بكون أنا عندي نوع من الحرمان، عدم القدرة على تمويل وتدريس وتعليم أبنائي في أفضل الجامعات. عندما تغيب القدرة، تفقد القدرة المالية، تكون أنت يعني ينطبق عليك حالة من حالات الفقر. السبب الثالث اللي هو يعم المجتمع بشكل عام، غياب العدالة الاجتماعية. كثير من الدول وكثير من النسبة الكبيرة من الفقراء العالم هم فقراء بسبب غياب العدالة الاجتماعية، بسبب الفساد المالي مثلا، بسبب جشع الأغنياء، بسبب جشع بعض المسؤولين في الدولة أو الأغنياء وما شابه ذلك. إذن العدالة الاجتماعية لعبت دور كبير في فقر المجتمع، وبالمناسبة لما نشوف الدول الأفريقية أو الدول الآسيوية هي يعني تتمتع بموارد هائلة جدا، يعني أكثر تربة خصبة للزراعة موجود في أفريقيا، ولكن أكثر الفقر المدقع موجود في دول أفريقيا. لو رحنا شفنا التاريخ ماذا حصل لهذه الدول وماذا حصل للدول الآسيوية، الكثير من الدول الآسيوية شفنا كان هناك تغيب العدالة الاجتماعية سابقا ويعني في السابق وحاليا. السابق كان الاستعمار لعب دوره كبير في نهب خيرات هذه الدول، والآن نهب الأنظمة الموجودة لتحكم هذه الدول غيبت العدالة الاجتماعية وأدت إلى فقر مجتمعاتها وشعوبها. سوء استخدام الموارد المتاحة، يعني ما نقدر نقول الفقر بالوراثة ونقول يعني أن هناك استغفر الله أن الله ظلم بعض الشعوب وبعض المجتمعات، عدل؟ فسوء استخدام الموارد حتى على الفرد، حتى على المستوى العائلة، حتى على مستوى الدولة، عندما تسيء استخدام مواردك المتاحة المحدودة تكون أنت في نهاية الأمر قد تؤدي إلى الفقر والحرمان. عدم ملامة النظام الاقتصادي والسياسي، تسلط الأغنياء على الفقراء ومحاملة سلب حقوقهم المالية وغيرهم، غياب القانون الرادع لتسلط الأغنياء على الفقراء، واغلب ويعني هذه وطبعا اغلب الدول الفقيره كانت يوما ما ضحيه للدول الاستعماريه التي نهبت خيراتها ودمرت حضارتها. غالبه الفقراء في العالم هم من الاسباب غير الطبيعيه التي ذكرتها، ولهذا يمكن القول ان الفقر هو صناعه بشريه بامتياز. بصناعة بشرية بامتياز يعني الإنسان هو اللي منع العدالة الاجتماعية، الإنسان اللي مارس الفساد في المجتمع، الإنسان اللي حرم أو الإنسان الجشع اللي كانت عنده حالة أو صفة الجشع والنهب والسرقة التي أدت إلى حرمان نسبة كبيرة من المجتمع لأن يتمتع باستقرار مالي. هذه إذن ما هي، كيف نقضي، كيف يمكن لنا الآن خلص الوقت أعتقد دقيقتين بس ثلاث دقائق، إذن كيف ممكن أن نقضي على الفقر؟ هل يمكن القضاء على الفقر طالما هو صناعة بشرية؟ هل يمكن الإنسان أن يقضي على الفقر؟ طبعا ممكن القضاء على الفقر من خلال العدالة الاجتماعية ومن خلال محاربة الفساد، ولكن أريد أن أتطرق لنقطة النهج الذي يعني نمارسه في مجتمعنا في البحرين. هل يمكن أن تكون الجمعيات الخيرية والمساعدات المالية حلا للقضاء على الفقر؟ طبعا هنا لا اتفق، يعني لا اتفق ان يكون الدور الجمعيات الخيريه
هي للقضاء على الفقر، ولكن قد يكون قد بهذا النهج وبهذه الطريقة أنا أعتقد يصعب القضاء على الفقر. بالمناسبة أكثر غالبية أو نسبة، خلينا نقول نسبة كبيرة من أثرياء العالم كانوا فقراء. شو اللي غيرهم؟ العمل. اللي غيرهم العمل، حب العمل. اللي غيرهم عدم الاستسلام وعدم الرضوخ للفقر. اللي غيرهم، اللي نقلهم من حالة الفقر، وبعضهم فقر مدقع فعلا، يعني مكتشف الواتساب اللي احنا نستخدمه يوميا كان فقير، كان لاجئ من أوكرانيا، راح أمريكا لاجئ ما عنده شيء، راح بثيابه، بينما صار الحين أكبر من أثرياء العالم. ففي مجتمعاتنا حب العمل يعني ما في قدسية للعمل. ولما نقول نهج العمل، نهج العمل الجمعيات الخيرية، تقديم المساعدات بهذه الطريقة، قد يكون مخدر ومسكن للألم أكثر من أنه معالج لحالة الفقر من جذوره. يعني أنا طبعا لا 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 يعني لا أدعي بأن ما تقوم به الجمعيات الخيرية أو حتى المساعدات الحكومية في المنطقة، ما أنا ممكن أقول عمل جبار فعلا وعمل مخلص، ولكن نحتاج إلى إعادة النظر في النهج والطريقة التي ممكن من خلالها نساعد على تحويل الفقير إلى أو الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة، وليس أسر مستهلكة. لما نعطيه مساعدة 100 دينار إلى أسرة معينة، أنا أقول لها أنت بهذا 100 دينار أنت تكيفي بالاستهلاك، ولكن لما أقوم أقول لا أنا تعالي للأسرة وأروح أحولها إلى أسرة منتجة، أعطيها العمل المناسب، أعطيها الوظيفة المناسبة، أخلق لهم عمل، ها بيكون تحويل أسر الفقيرة من أسر فقيرة إلى أسر منتجة. فلا يمكن القضاء على الفقر من خلال المساعدات لا يمكن القضاء على الفقر فقط من خلال المساعدات العينية والمالية فقط. المساعدات تخفف من أعباء الفقر، ولكنها قد تطيل الفقر إذا استمرينا على هذا النهج بدون أن نهيئ ونؤهل هذه الأسر الفقيرة ونغير من تفكيرهم وطريقة التفكير هاي. أعتقد الحل الأول والأساسي لمشكلة الفقر يكمن في وجود إرادة سياسية حقيقية، يعني وجود إرادة مو بس على مستوى الدولة، حتى على مستوى المجتمع، حتى على مستوى الفقير نفسه. إذا وجدت عند الإرادة الفعلية للتغيير، فهذا بيكون أكبر مشروع لمكافحة الفقر. فيعني تستطيع هذه الإرادة استثمار كافة الكفاءات العلمية والموارد البشرية المؤهلة للنهوض بالدولة، مما يخلق فرص عمل. خلق فرص عمل وقدسية العمل دائما يكون هو الهدف، دائما يكون الهدف والوسيلة للقضاء على الفقر. طبعا هناك أهداف أخرى، وسائل أخرى، مكافحة الفساد واستغلال الموارد، تشجيع الأفراد على حب العمل. أنا ما أبي أروح أستعرض أحاديث وآيات قرآنية كثيرة اللي تحثنا على العمل وتحثنا على أن يكون العمل هو الأساس الحياة التي نعيشه. جئنا يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ليس للنوم ولا إنما خلقنا للعمل، واعتبر العمل هو أساس الحياة التي نعيشها ونحياها. فهو المصدر، العمل هو المصدر الرئيسي للرزق والقوت الذي يرتجيه كل إنسان على وجه الأرض. والعمل معروف يعني بالنسبة للإنسان منذ بداية الخلق، منذ بداية الخليقة، بدء الخليقة، حيث يعتبر يعني العمل بالنسبة للإنسان أحد العوامل الرئيسية لاستمرار الحياة وتوفير مستلزماتها. فالإنسان الذي لا يعمل، لا يقدس العمل، لا يحب أن يغير نفسه من حالة فقيرة إلى حالة منتجة، فهو يعتبر غير فعال، غير منتج، وتقل تدريجيا تقل أهميته في المجتمع. فالعمل يحدد مستوى الإنسان المعيشي والثقافي، يحدد عقلية المجتمع.
فالمجتمع الذي يقدس العمل، يقدس أهمية العمل وضرورة العمل، هو المجتمع المثقف الذي يتطلع إلى الأمام، يتطلع إلى أن يبني حضارة، يتطلع إلى أن يتقدم ويكون في صفوف الأمام في الحضارات وفي صفوف الدول المتقدمة. أما المجتمع الذي يميل إلى عكس ذلك، فهو يميل إلى أن يكون دولة نامية فقيرة وغير قادرة على التقدم. أنا أعتقد أكتفي لهني، وشكرا لكم.